النجف الأشرف تشهد الخطة الأمنية والخدمية يوما بعد آخر تشددا أكثر، باعتبار النجف الآن تدخل في ذروة زيارة الأربعين باعتبارها المحطة الأولى لاستقبال الزوار سواء من خارج العراق أو داخله. هناك الكثير من الرحلات تفد يوميا إلى النجف لمختلف الدول العربية وكذلك الإسلامية، أكثرها إيران باعتبار هذا العام هو عام استثنائي بعد موجة أو فترة الإغلاق التي شهدها العراق بسبب جائحة كورونا. اليوم النجف تدخل هذه الخدمة أو هذه الخطة الخدمية باستنفار جميع دوائرها الخدمية والأمنية وكذلك الدوائر الساندة الأخرى أو المؤسسات الأهلية. أيضا اليوم كان هنالك حدث أبرز في المحافظة وهو زيارة وزير الداخلية عثمان الغنمي مع الفريق الركن عبد الأمير الشمري للإطلاع على سير الخطة الأمنية التي تجري في المحافظة، لكن هذه الزيارة لم تكن معلنة في حقيقة الأمر ولم تكن هنالك أي تغطية إعلامية سوى بعض الصور التي وردت لنا من إعلام مطار النجف التولي حول الموضوع، بالإضافة إلى بأن السير عثمان الغانمي والفريق الركن الشمري التقوا بالحكومة المحلية بالنائب الأول للمحافظ خلال هذه الزيارة. اليوم أعلنت الحكومة المحلية بالنظر لدخول المحافظة ذروة الزيارة تعطيل الدوام الرسمي من يوم 11 من هذا الشهر إلى يوم 19، مع تعطيل أيضا يوم 10 بالنسبة للامتحانات وتأجيلها إلى ما بعد انتهاء هذه العطلة بالنسبة للدورة الثانية للمراحل غير المنتهية. طيب محمد، كم من المتوقع أن تبلغ أعداد الزائرين في المحافظة؟ وهل ستتمكن الحكومة من توفير الخدمات للزائرين؟ حقيقة هنالك ذكرنا قبل حين بأن هنالك أكثر من 14 ألف موكب خدمي حسيني يؤدون الخدمة للزوار، بالإضافة إلى الدوائر الحكومية التي تكون ساندة لتغطية احتياجات هذه المواكب، ليس الاحتياجات الكلية ولكن بعض الاحتياجات الأساسية لربما الغاز، الماء، الكهرباء إن أمكن، باعتبار الكهرباء العراق يشهد ضعف لكن النجف تم استثناءها سواء بمحافظة كربلاء من القطع المبرمج، وبالتالي هنالك بعض الخدمات التي ممكن أن تقدمها الحكومة لهؤلاء المواكب المؤدية الخدمة للزائرين. النجف تشهد حال كربلاء المقدسة توافد ملايين الزائرين، إلى الآن لا توجد إحصائية رسمية نشرت حول هذا الموضوع، لكن سنحصل عليها بالقريب العاجل بعد انتهاء ذروة الزيارة في المحافظة وإعلان الحكومة عن أعداد الزائرين الوافدين سواء من دول الخارج أو من المحافظات الأخرى، والذين يقومون بزيارة العتبات والمراقد والأضرحة والمساجد المقدسة هنا في النجف.